يا سيدي، أولا النظام الجمهوري قادم في الأردن ولا أظن يتعدى سنتين في أقصى، لأن النظام الجمهوري يعني تجسيد إرادة الشعب بالانتخاب. أما الملك، قضية الملك والإمارة والمشيخة هاي قصة أصبحت بالية وقديمة وخارج إطار الزمن وخارج إطار الحياة. مين حطوا ملك علينا يا أخي؟ من اللي وضعوا ملوك علينا؟ الملك عبد الله الأول إجا قال لقد جئت في زيارة احتلال الأردن، فهم محتلين بمنطقهم هم مش بمنطقي أنا. فكيف هو يقول عن حاله محتل ويقول عن حاله ملك؟ شلون صارت؟ هو محتل ولا بد من تحرير الأردن من هذه العائلة الهاشمية. إذا كان الملك يعني يريد أن يضع في أحد أذني طين والآخرة عجين هو عر، لكن النتيجة هي ما أقوله أنا وليس ما يقوله الملك. لا حسن ولا حسين ولا حسان ولا علي ولا عليان، انسى موضوعهم كلهم، أظن خارج الزمن أصبحوا. إحنا بلدنا طيبة وكريمة وإحنا شعب عريق ومحترم، والعائلة الهاشمية أعتقد أنه هم قالوا، جدهم قال في شهر 10 سنة 1920 وهو في معان لقد جئت بزيارة احتلالية، أقول لهم لقد انتهت الزيارة.